السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان ديالي عزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير أحوالكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا لاباس بصحة جيدة. نتوما ما عز عليكم، ربي يحفظكم ويسهل أموركم جميعا. اللي تيشاهد هذا الفيديو هذا ربي يحفظه ويسلك ليه الأمور ديالو كما بغى، ويخلي ليه وليداتو حداه صحاحين سالمين ويشوفهم كما بغى. وهما كذلك ربي يعطيكم الصحة اخوتي كاملين كاملين كاملين. تنقول الصحة لأن الصحة هي أهم حاجة في الدنيا، لأن الصحة ما تيشوفوها غير المرضى، لأنها هي التاج فوق رؤوس الأصحاء. اخوتي اعتنيوا بصحتكم، ولا ضراتكم شي حاجة ضروري استشارة الطبيب، ما ديروش بحالي. واخوتي غنعاود لكم الحكاية ديالي ديال المرض. اللهم لك الحمد على كل حال. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، وإنما أسألك اللطف فيه يا رحمن يا رحيم. خوتي تنشكر الناس اللي متابعيني وعارفين أحوالي، وشكرا لكم بزاف بزاف. دابا 10 أيام على العملية الجراحية اللي درتها، كنت صحيحة، ما فيها حتى شي باس. اللهم لك الحمد على كل حال، على الصحة وعلى المرض. وعملية ودازت ومحنة ودازت، غير هو وكان كما تلاحظوا هذا الفيديو هذا اللي مصوراه، هذه مدينة الرباط حي الرياض، ومن بعد حي أجدال في اتجاه مدينة سلا. هذا هو الطريق اللي كنت يوميا تناخده مع الوالدة ديالي اللي كانت عيانة بزاف بمرض السكر، وكان عندها مرض اخر دابا برات منه الحمد لله، اللهم لك الحمد. وما كنتش حطيت هذا الفيديو نهائيا، هذا الفيديو صورته باش نبقى عاقلة على هذاك النهار، ماشي غير نهار واحد، نهارات. هما خوتي راه كان نهار مورا نهار، وكان رمضان، وكنت نشد الطريق الى مدينة الرباط حي الرياض، شوفوا القنت ديال مدينة الرباط، باش نعالجوا الوالدة. وكانت الصيام، وكنت هذيك الوقيتة تنحس بواحد الالم عندي، ولكن انا قلت مريض واحد في الدار بلاش ما يكونوا جوج. صبرت، رغم ان ذاك رمضان سبحان الله جوج المرات تنفطر فيهم من غير قصد، اللهم اجعلها مغفرة الذنوب. حتى الفجر تيودن وتنبقى موراه بواحد نصف ساعة وتجيني الغتين تنتقي، حاشاكم. من تما هذيك علامات ديال المرض اللي كان عندي، ولكن انا تنقول لا، يمكن غير الضغوطات، غير تمارا. تتعرفوا رمضان خصك توجدي الشهيوات، وعندك مريض يعني خصك تجري معاه يوميا، خصك ضروري تمشي ديري ليه الراديو، ديري ليه التحاليل، تجري باش يوقف تا هو مسكين على رجليه، لان المريض تيبغي شي واحد اللي يكون معاه. وانا كنت واقفه مع الوالده ديالي بكل ما عندي من قوه، اللهم لك الحمد. ولكن كان عندي المرض وانا ما كنتش حاسه بيه، يعني حاسه ما حاساش، تنقول بلا ما نزيدو جوج في الدار. اخوتي راه تنهضر معاكم وانا ما قادراش نهضر، غير بزز والله. دابا انا يا الحمد لله من بعد العملية خرجت الدار، ولقيت خوتي هما اللي واقفين معايا مسانديني، والوالدة ديالي كذلك. قالك دير الخير تلقى الخير. انا حياتي كاملة ما تنعرفش فيها الشر ابدا، حتى اللي تيدي يزرعوا فيا الشر تنقول الله يسامح، حيت الدنيا ما تتسوى حتى حاجة اخوتي. راه الواحد يشوف لهاديك الاخيره، راه هي الحياه الباقيه، اما هادي راه حنا دايزين فيها غير امتحان. حيت بنادم يقدر يدير فيك الشر، هو عند بالو راه تيدير فيك يعني عادي، عنده عادي، حيت تربى كيكاك شرير. انا لا، تربيت مع واحد الاب وواحد الام طيبين للغايه، متسامحين حقهم ومسامحين فيه. تيقول لك يضربوك الدنيا هانية، غير ما تضربي تحد وغادي جنب الحيط. ولكن بنادم واحد اخر لا، تيضرب وتيقول انا على صح. المهم اخوتي خلي هاد المواضيع هادي، راه غنبقى غادة ليكم في داك الشي ديال الدين وديال. نعاود لكم غير الاعراض اللي حسيت بيها انا، باش لا كان عند شي واحد عنده مثل الاعراض اللي عندي يجري براسو، ما يخليش راسك بحالي حتى توقع لي هاد الالتهابات اللي وقعت لي في المرارة. حتى كانت غتنفجر، وكان كل شيء غيدفق لي على الكبدة، وكنت غنمشي فيها نيشان نيشان.
المهم انا كما قلت لكم بديت واحد العمل بسيط في واحد المكان، الحمد لله كنت فرحانة به، غادة يعني مشجعة راسي. يعني ما كملتش معهم تقريبا كان جو 15 يوم. في عيد المولد كانت العطلة، هذيك الليلة نيت كانت الأخت ديالي شرات واحد الكبش باش تديرو صدقة في عيد المولد. أنا هذيك الليلة بالضبط بالضبط بداني الوجع شد عليا، كان اصلا تيجيني ولكن تنقول ربما المصران الغليظ ربما المصارن، وتنشرب مهدئ وصافي وتيحيد. ولكن ليلة الذكرى المولد النبوي الشريف كما جيت من العمل طلعت للدار وجهي صفر، شتو في المراية عرفتي دايرك بحال شي شبح، مع انا بيضة وما وشت راسي عرفتي، تخلعت كل شي صفر فيا، والجلد ديال وجهي مبقاش تنحس بيه، برد. انا طالعة في الدروج للبيت عندي هو يشدني واحد الحريق في الراس ديال قلبي في الوسط، يعني الراس عارفين انتوما القلب راه في جهة اليسر، هو في الجهة تقريبا غادي يقرب لجهة اليمن في الوسط. قلت انا ربما المصران الغليظ، تقول ويلي هاد الحرق هادي وتيكتار غادي وتيجهاد. عاوتاني هو يشدني الحريق في الدراع ديالي اليمن، تقول واش ظهري ولا كرش ولا هذا حدا قلبي، هو يتزل عليا كامل توزع عليا في المصارن صافي في السرة ديالي، كل شي حريق كل شي حريق، ما عرفت منين نشد، حتى الغوت ما قدرتش نغوت. كانت حدايا واحد القرعة ديال الوالماس ماء معدني كنت نشرب منها، شديتها وانا نخشيها في وسط الكرش ديالو تنبرك، داك مين تنبرك داك الحريق تينقص وشويه مين تحيد القرعه هو تيكتار صافي. امي تتقول لي مالكي يا خوتي، قلت لهم ما قادراش نصبر ما قادراش. شديت واحد الشال ولويته عقدته ودرته في الوسط ديال صدري تنغوت ربي اللي خلقني، قلت لهم والو نمشي للطبيب. هما يعيطوا على الاخ ديالي الصغير، هز الطوموبيل مع الوحدة الليل تقريبا وحدة قل شي حاجة، مشينا لمولاي عبد الله، ما عقلتش على الطريق نهائيا كيداوني. كما وصلوني انا تنغوت تما في سبيطار مولاي عبد الله، شافني الطبيب عن بعد ما قرب لي حتى حداني، هاك بحال اللي حنا مازالين في كورونا الله يحفظ هذاك السبيطار، هلا يوصلوا شي واحد. قال ليها مالها واش عصبها شي حد؟ قالت لي اختي لا انا تنغوت. قال لهم الديوا الديوا، ما شافني ما قلبني ما قال هادي شنو عندها، ما قاس لي الضغط ما حتى حاجه، ما فهمت هادوك الاطباء تما. داتني اختي وقدامه واحد السيده ربما ممرضه، انا محنيه على كرشي تنشوف غير الارض، والارض تجيني عرفتي بعيده ما حساش. من داوني واحد عندهم بحال شكل ديال البنيقات فيها واحد السرير، قالت ليها تمشي تما. مشيت ما قادراش كاع، درت نعست على كرشي ورجليا في البطن ديالي، حطوا ليا السيروم وبقات تخشي فيه شي ليبرا، وهي واخا دارتو ما هدر ليا هذاك الحريق ابدا. ما عرفت ما ندير، بقيت غير تنغوت عليهم حتى هما بريوسهم. انا حت من بعد اخوتي عاودوا ليا، قال لي راه ما سكتيش بالغوات، راه ما خليتي، ما قلت انا ما عيقاش كاع نهائيا براسي. مشات الاخت ديالي تجري عند الطبيب النيت وقالت ليه راه الحرق ما دليهاش بهذاك الشيء اللي عطيتيها. جات عاوتاني الممرضه دقات ليا ليبرا اللور، ورغم ذلك ما دار ليا والو، ما دار ليا حتى شي حاجه. عاوتاني مشاو المره الثالثه جابوا شي مهدئ يمكن اقوى، داروه في هذاك السيروم شي شويه تكلميت اي شويه. اي وقت لي اختي وصلت الخمسة ديال الصباح، قلت لك اش باقي نديرو هنايا، يلا وغدا ان شاء الله غنديك العيادة ونشوفو، ما يمكنش نسكتو على هاد الشي هذا، لان شفنا داك سبيطار مولاي عبد الله واي سبيطار على قدو، وهو اللي هز مدينة سالا كاملة، والطبيب ما جاي قلب، وانا غيحيدو ليا السيروم، وولد خويا الصغير تيعاود قالك شي مرا ماتت حدايا في شي بنيقة اخرى بحال انا اللي جالسه فيها، جابوها حتى هي تتغوت، وعندها بنت عندها 10 سنين في العمر ديالها 45 عام. تسمع الممرضه تقول راه مسكينه ماتت وغطاو ليها وجهها.
فنهاري خوتي شدتهم الخلعة خرجوني من تمايا، قالك مشي نموت ليهم. المهم جابوني للدار، جيت للدار من وصلت نعست يمكن واحد ساعتين وفقت، عاوتاني مازال عندي داك الحريق تمايا، ما بقاش عندي مزلع في الجسد ديالي كامل، اتركز عندي في بلاصة واحدة في الجهة اليمنى. انا فيا الحريق وما قدرش نقول ليهم راه فيا الحريق، ومشد عليا بزاف، بغيتهم يدوزو هذاك النهار حتى عندهم الذبيحة وعندهم يعني غيجيو خوتي. المهم بغيتهم يكونوا فرحانين، والعيد عيد مولد النبوي الشريف ضروري ما تكون الفرحة، وكل شيء كان داير بيا الحمد لله، ومساندني خوتي كاملين ربي يحفظهم يا ربي، يبعد عليهم ولاد الحرام ويبعد عليهم اي عين شريرة يا رحمن يا رحيم. خوت طيبين للغاية وحق الله، زعما ما تحسي بخوتك حتى تكوني واقفة في واحد الموقف حرج ولا عندك واحد المحنة وما قادراش تحركي. المهم اخوتي ساليو الذبيحة، داروا الواجب ديال الزيارة، المهم داكشي اللي كان. او من بعد بقينا هذيك الليلة لا غد ليه، وانا نقول الاخت ديالي انا ما نقدرش نسكت على هذا الحريق اللي عندي، الا خليته راه يمكن غيتفاقم ويوقع ليا شي حاجة. قلت لي شنو غنديرو، قلت لها نمشي عند داك الطبيبة اللي دوزت عند الوالدة في الاول، هي قريبة هنايا على الرجل. قالت لي يلا، مشيت عندها لقينا يمكن احنا هما السابعين، بقوا قدامنا جوج ديال الناس. المهم دخلنا واحد الطبيبة بشوشة للغاية الله يعمرها دار، قالت لي اش كاينة اختي، قلت لها شنو عندي وشنو عندي، دات لي ايكوغرافي يعني شافت كرشي كاملة. المهم من وصلت لي البلاصة اللي فيها المرارة قالت لي اي 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 شاتشي عندك، قلت لها شنو، قالت لي هادشي عندك بزاف ملتهب ملتهب منتفخ بزاف، قالت لي يا ما كي ساكت عليه. قلت لها انا يا راحت عندي الوالده مريضه في الدار وجوج مراد راه ما يمكنش، قالت لي لا الصحه الواحد ما يسكتش عليها. قالت لي دابا ارجو سيري حيديها فين ما كان، قالت لي سيري مولاي عبد الله ولا سيري لاي كلينيك. قلت لها مولاي عبد الله ولي ما رجع ليش، راه كنت فيه البارح شنو وقع، قالت لي صافي سيري لاي كلينيك نتيا، واش عندك لا سينيساس هادي، قلت لها عندي لا سينيسيس حيت كانت عندي راميد وقلبت تقلبات لا سينيسيس وصايبت الاجراءات كاملين، ولكن من بعد غنتفاجئ بان هذيك لا سينيسيس عندي فيرمي، ما فهمتش علاش سدوها، حيت عاد نبرا ان شاء الله ونمشي نقاد الامور ديالي. هما راه ما تيعذروا حتى حد، يعني انا كل شيء الاجراءات ديرتهم ولكن ما عرفتش علاش الي فيرمي. المهم مشيت للدار قالوا لي اش كاين، قلت لهم غندير عمليه كل شيء تخلع كل شيء، او شنو كاين فين غديريها فين هادي، كل واحد شنو اقترح. ولكن خوتي الله باش قلت لكم واحد احن اخوه اي واحد نتمنى عليهم، قالوا لي والو كلينيك سواء عندك الفلوس ولا ما عندكش. المهم تفرضوا بيناتهم داوني احسن كلينيك كاين في مدينه سلام، كما وصلت دخلني داروا لي يا ربي التحاليل ديال الدم وداروا لي التخطيط ديال القلب في ساعة، داوني الغرفة تما يا خوتي، قال كل واحد عنده شي اجراء خصو يديرو، بقيت غير انا وولد خويا. انا قلت ربما التحاليل غياخدو مدة طويلة، ولد خويا بقى معايا في الشومبر، هما يطلعوا قالوا لي غتنزلي، ما كان معايا تحد الا ابن اخر الله يحفظه ليا يا ربي. انا من شفت كي هكاك استغفرت الله وقريت القران وقلت لهم اوكي غنهبط، وقلت لابن اخي حضر لي الحوايج ديالي وحد، قلت لي حضر لي حوايجي والتليفون وبقى هنا ما تخرج تيجيو العائله. صافي نزلت معهم البلوك تما داروا لي العمليه، يعني من 2:38 حتى 4:39 باش حليت عيني، يعني ماكسيموم ساعتين. المهم اخوتي من داروا لي عمليه طلعوني الشومبر ديالي انا غايبه، التحت فيقوني قالوا لي شنو الاسم ديالك وهادي، ولكن من بعد ما قال لي غيبت، طلعوني لبلاصتي حطوني غطاوني
المهم بقيت تما حتى جات العائلة لقيتها دايرة بيا، عيطوا عليا، حليت لقيتهم كاملين، فرحت من شتهم. الحمد لله اللي عنده شي عائلة وتتبغيه يدعي معاها بالخير، وكما تندعي انا مع عائلتي، ربي يحفظهم ليا يا ربي. وما ننساش نشكر زوجات الاخ ديالي، كل وحدة بالاسم ديالها، نادية ونوال، ربي يحفظهم يا ربي، اللي قاموا بالزيارة ديالي، وأخوتي كاملين كاملين بدون استثناء، ربي يحفظهم ويسهل لهم الأمور ديالهم يا ربي، آمين. والوالدة ادعيو معاها يا ربي، وهاد المرضى هادي ما نتمناها حتى لشي حد أخوتي، وربي يحفظكم ويسهل أموركم. ومن برا غندير لكم فيديوهات، عرفتي شحال عندي ديال الفيديوهات؟ عندي عدة، عندي لا ريبيرتوار ديالي مملوء جدا جدا، يعني هاد العشر ايام كاملة، هاد العشر ايام كاملة درتها لكم روطار، راه باقي عندي الفيديوهات ديال الغابة وديال ماليزيا وديال الطريق وديال بزاف ديال الحوايج. وكنتمنى لكم كاملين اخوتي الصحة والسلامة، وربي يحفظكم جميعا، والى اللقاء في فيديو قادم. وما تنساوش ديروا ليا لايك واشتراك، جزاكم الله كل خير. واي واحد سال الفيديو حتى الاخر، بغيتكم تدعيوا مع ابن اخي، راه باقي صغير جدا، وقف معايا وقفة رجل، لا في سبيطار مولاي عبد الله ولا في الكلينيك. الى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.